85 79 كويتي نادي الريان القطري وبوني واول اصابه في المباراه بره وترجع من جوريكا لمحمد سليم ويطلع جوريكا على طول يشوط بوني 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 ويحاول يخش على السله ومعاه سته لكن التقط بنقطه خطر اللاعب المحترف الامريكي في نادي الريان وصار كويس الحقيقه هو لاعب منتخب الكويت ولاعب متميز ويجيد التصويب وادي جوريكا بيخش بيسجل اصابه وحرفانه بيعمل بلوك وعلى طول بيحاول برضه محمد سليم محمد سليم بيسجل محمد ما يجبر مدرب الكويت الكويتي الكوتش بوجان لازجيتش ليه طلب وقت بص راشد رياض نزل الملعب دلوقتي بدل نمره 9 وادي رقم 12 ماركو ميليتش بيسجل اول اصابه بنقطتين لفريق الكويت الكويتي بعد مرور اربع دقائق لمحمد سليم لياسين وياسين بيشوط وبيسجل رقم 11 المصيري وادي تصويبه من رقم 5 ناجحه بثلاث نقاط من جيسمين بيركوفيتش بيسجل 5 جيسمين لحسين للرباح ويسجل الرباح بثلاث نقاط ليصبح رصيد نادي الكويت الكويتي 8 نقاط امام 14 نقطه حسن وفضل انه يخش ويديها لمالك ومالك بيخش المنطقه وبيشوط وبيسجل مالك سليم وتطلع ياخدها حسين عبد الرحمن خباز ورقم 4 الراشد رياض الرباح بيسجل اصابه بنقطتين 16 نقطه امام 16 نقطه للريان القطري ومالك لبوني وادي جوريكا بيخش المنطقه وبيشوط وبيسجل ما اقدرش اعلق عليها دي ما اقدرش اعلق عليها وادي رقم 10 وتصويبه ناجحه بثلاث نقاط من رقم 10 فهد عبد الله بوني ومعاه راشد رياض الرباح تظله لكن ينجح بوني يحاول يستهلك الزمن عشان يشوط في اخر ثانيه ويخش رقم 12 يسجل اصابه بنقطتين ماركو ميليتش يسجل يستطيع ان يتخلص من متابعيه كما فعل منذ لحظات قليله في نهايه الفتره الاولى وقد يضيف لرصيد نادي الريان الرباح ل 10 فهد عبد الله وتصويبه من الرباح لكن يلمها ماركو يسجل اصابه بنقطتين رقم في تغيير اشوف دلوقتي الفاول على مين على رقم 5 بونيشر ماركو ميليتش ماركو داخل على السله داخل على السله بيخش وبيسجل اصابه من تصويبه غير مباشره يعني ايه غير مباشره يعني في اللوحه وبعدين ترتد اسماعيل ياسين اسماعيل ومعاه ماركو ياسين وماركو ياسين وماركو بيلف ياسين وبيسجل وبوني يقطع وهو حاول يشوط لكن بقول لحضرتك رياض راشد رياض مش سايبه جوريكا بوجان لازيتش جوريكا يا سلام رجع عملها سيمي هوك مش هوك سيمي هوك وادي بوني يا سلام على الاصابه بنقطتين تضيفه لرصيد نادي الريان يتقدم الريان بفارق 11 نقطه بريره من رقم 11 المصيري لراشد رياض وعرضيه للشمري شوت وبيسجل رقم 7 عبد الله محمد الشمري اللي نزل دلوقتي اول سبعه وعلى طول ياخدها جيسمين وجيسمين للشمري الشمري جميله جدا لماركو ميليتش رقم 12 مسجل اصابه بنقطتين ويصبح رصيد الكويتي الكويتي 28 نقطه عبد الله محمد رقم 7 لجيسمين جيسمين المثيري بيرجع تاني لجيسمين وبيشوط من خارج القوس ليسجل ثلاث نقاط ويجعل الفارق ثلاث نقاط فقط 34 الريان 31 بوني وعبد الله الشمري بوني والشمري الله على التمريره من الريان 31 الكويت الكويتي وادي ماركو ميليتش يسجل اصابه بنقطتين ويتقلص الفارق مره اخرى الى ثلاث نقاط لصالح الريان القطري بوني مالك سليم ياسين يا سلام وادي المصيري يحاول يخش على السله بيقفل عليه ياسين ومعاه جوريكا بيقفل ياسين وجوريكا رغم هذا يصوب ويسجل اصابه بنقطتين ويظل الفارق ثلاث نقاط ودخلنا في الدقيقه الاخيره والريان القطري وداخل بوني جوه المنطقه ويشوط ويسجل اصابه بوشاكي وربنا يحفظه وادي كوره تحت السله وماركو وبره ثانيه وجيسمين المره دي جيسمين بيحطها بنقطتين
وايضا الفارق ما زال 3 نقاط وبنلعب في اخر 25 ثانيه 22 ثانيه الاخيره. وادي راشد رياض الرباح بيحاول يخش على السله وفعلا ينجح في تسجيل اصابه بنقطتين في الثواني الاخيره من الفتره الثانيه، ليظل الفارق نقطه واحده ويتقدم الريان 40 امام 39 نقطه لنادي الكويت الكويتي. اعزائي المشاهدين انقل الميكروفون الى استوديو التحليل واتمنى لكم وقتا طيبا وحتى نلتقي والشوط الثاني من هذه المباراه لكم اجمل تحيات. جوري كاسوزا ومعاه جيسمين ومحمد حسن عبد المعطي وتصويبه جميل، الثلاث رميات اهو امام حضراتكم وتحتسب ريان 42 40. وادي مالك، مالك والباسكت، مالك والباسكت بيسجل اصابه من بيركوفيتش وعلى طول بيسجل اصابه بيكملها له رقم 12 ماركو ميليتش بيكملها لرقم 5 جيسمين. اهي الاعاده اهي اهو شوفي راح رايح مكملها على طول، كان محمد سليم اخوه الكبير لازم يديله لياسين وياسين على طول بيسجل 40 الريان 43 الكويتي الكويتي جوه المنطقه 12 اللي بيسجل اصابه بنقطتين وتبقى نقطه ثانيه وواقع بني على الارض. واثناء تكفيف الملعب اقول لكم اسماء حكام الطاوله، عندنا مسجل احمد عبد اللطيف، مساعد مسجل خالد الحبابي، نقاطي امال محمد صالح 24 ثانيه فتحي حمدته صانع العاب الكويتي الكويتي، راشد رياض رباح واسفل السله ودنك جميله جدا من اللاعب رقم ادي الاعاده اهي، وادي الدنك الجميله من اللاعب رقم 12 ماركو ميليتش ما كانش متوقعها ياسين تفلت من ايده وعلى طول راشد رياض لرقم 12 برضه ماركو ميليتش بيسجل اصابه بنقطتين. وانا اعتقد ان مدرب نادي الريان هيطلب وقت مستقطع لان الفارق or blue on the top, but with him it's a red. I don't want to switch yes, bonnet yes. to come on you. Okay, it's a red. Red, show high, stay high if he's gonna pop. Mohammed, if you climb in vote, diamond. Hey, mentally ticks. Mentally ticks. Two down, two down. If it's zone, one offense, but two down. Marco, Rashid, this, they switch probably. Triangle, Jasmine. وجسمن لرياض ورياض للخباز والخباز بيلف ويديها لرياض ورياض يشوط ويسجل رياض بثلاث نقاط لاكثر اثاره واكثر نديه واكثر حماسا وتصويبه انا برضه كده على جنب وعلى طول لسوزا لكن تتقطع الكوره تتقطع الكوره ورقم 5 لراشد رياض الرباح اللي بيسجل اصابه بنقطتين ويحقق التعادل الثاني 56 لمحمد سليم ومحمد سليم ودخول على السله ودخول على السله وسجل محمد سليم خدها محمد عبد المعطي برافو يا محمد برافو يا محمد برافو يا محمد يطلعها لك انت شالها وهي نازله لحالها هذا ما قرره حد منتظر الملعب وداخل داخل بني ويقع لكن هناك خطا شخصي كان عبد المعطي محمد حسن لياسين يا سلام ياسين لمحمد سليم بيلحقها محمد سليم الريال ل 63 نقطه امام 56 نقطه للكويت وادي الكوسيري احمد خالد وادي تصويبه ثلاثيه من راشد رياض الرباح وانا شايف محمد حسن محمد حسن لياسين حلو قوي راحه تاني المالك ومالك بيسجل وادي راشد رياض الرباح عامل مجهود كويس راشد النهارده بيسجل اصابه نقطتين وخطا شخصي على مالك سليم عبد الله رقم 9 في نادي الريان وهناك رميه حره وحيده بعد احتساب الاصابه وعلى طول بيسجل اللاعب رقم 12 ماركو ميليتش اصابه بنقطتين الكويتي الكويتي لرقم 12 ماركو بيرجعها لراشد وراشد بيشوط وبيسجل وبيحقق التعادل الثالث 66 66 للمره الثالثه رقم 5 جيسمين وادي 12 لرياض الرباح ويسجل اصابه بنقطتين رقم 12 إصابة بنقطتين ويتقدم الكويتي الكويتي 68 66 وتظل هناك 5 دقائق أهو بيشد إيده بني بروح رياضية جميلة
وقام رقم أربعة من غير ما حد يدخله، قام لوحده، يبدو انه كان بيريح شوية لأنه الحقيقة عمل مجهود كبير راشد رياض الرباع، عمل مجهود كبير الحقيقة، وخصوصا في رقابة البني، يعني رقابة البني أكثر من مجهوده لرقم 10 فهد عبد الله. وفهد عبد الله يخش على السلة ويخوض أي كلام، لكن بيكملها له رقم 5 جيسمين بيركوتش، بيكملها في السلة أهو. وادي لو رقم 12 اللي هو ماركو، ماركو وادي تصيبه، وياسين بيسجل، ياسين طبعا ما فيش حاجه انها رجعت. وادي مالك، وادي مالك وراشد رياض بيسجل اصابه بنقطتين ليتقدم مره اخرى فريق كويتي الكويتي ب 72 نقطه امام 70 نقطه للريان القطري. بني وادي ياسين وعلى طول لمالك، ومالك يهوش ويطلع الخباز بره ويحط بني ويخش جوه المنطقه ويسجل بنقطتين الريان 72 ويلف عشان يستهلك. تمريره مقطوعه، وعبد الله الشماري، عبد الله الشماري سجل اصابه بنقطتين ويصبح الفارق نقطه وحين ثانيه، والريان متقدم بنقطه. وادي شوطه من الخباز لكن بعيده، خدها ياسين واختفى منه راشد ويشوط ويسجل، يكملها اللاعب رقم 12 ماركو ميليتش. وفي احتكاك كده بين اللاعبين، وادي الحكم الدولي البلوشي بينبههم، ووقت مستقطع، في وقت مستقطع. ومعاه الشماري ويحاول يخش ياسين ويشوط ياسين ويسجل اصابه. عبد الرحمن وحسين بيحاول يخش لكن في ضغط دفاعي، ويحاول رقم 12 ماركو ويسجل اصابه بنقطتين، وتبقى هناك 5 ثواني واربعه في المستقطع. وادي ياسين، ياسين ولازم يشوط محمد حسن عباطي، بيشوط هارد لك الريان القطري، مبروك الكويتي الكويتي. ينتهي المباراه او تنتهي هذه المباراه اعزائي المشاهدين بتقدم نادي الكويتي الكويتي ب 78 نقطه امام